من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا في إطار هذه التغطية الإخبارية عن جهود الدولة المصرية في تنظيم الانتخابات الرئاسية ل 2024. ينضم إلينا عبر الهاتف في هذا الإطار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار. دكتور عصام، أهلا بك. بنتحدث عن الانتخابات الرئاسية مصر 2024، والحقيقة ما تمخض عن هذه العملية الانتخابية التي وصفت بنسب مشاركة تاريخية من خلال تنظيم جيد وحراك للأحزاب على الأرض. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. الحقيقة خليني أقول لحضرتك أن الانتخابات الرئاسية، لأن دي خامس انتخابات رئاسية في تاريخ جمهورية مصر العربية. أول انتخابات الحزب لم يكن ولد بعد، احنا بدأنا الحزب في 2011، فمر علينا الأربع استحقاقات للانتخابات الرئاسية اللي تمت، واللي باقي الأربعة الباقيين اللي هي 2012 و14 و18 و24. فاحنا كنا متواجدين في الأربعة وبنقوم بدور في الأربعة، فنقدر أقول لحضرتك من خلال الواقع أن هناك فرق كبير جدا ما بين 2024 وما قبله. أولا نسبة المشاركة هي الأعلى في تاريخ مصر، سواء كانت انتخابات رئاسية كانت في مصر، تعتبر النسبة الأعلى. الجزء الثاني حضرتك اللي لفت نظرنا في تحليل النتائج الانتخابية واحنا بنحللها في الحزب عندنا، انه كمان نسبة الباطل هي الاقل عن المرات السابقة، فاحنا عندنا ظاهرتين، اعلى نسبة حضور اقل نسبة باطل. هذه الانتخابات شهدت وجود التميز في تنوع المنافسين في الايديولوجيات الانتخابية، عندنا فخامة الرئيس مستقل والثلاث أحزاب الأخرى الذي يمثلها برؤسائها تمثل يسار ووسط ويمين، يعني أقصد يمين الوسط والوسط ويسار الوسط. وبالتالي نقدر نقول أنه تشكيلة الانتخابات مبنية على أيديولوجيات أكثر منها على أشخاص. الجزء الثاني اللي احنا عايزين نقوله أن سبب الحضور بهذا النسبة الغير مسبوقة ده جزء مركب، ما هواش جاي ببساطة أو جاي مجرد للتنظيم. طبعا احنا بنشكر الهيئة الوطنية للانتخابات، قامت بدور رائع جدا من الناحية التنظيمية، وكان ليها قرار مؤثر جدا الحقيقة استجابة لما تم طلب منها، وهي لجان الوافدين، لأن كان هناك أصوات كثيرة جدا مهدرة من إخواتنا اللي موجودين من الأقصر وأسوان وأسيوط اللي بيعملوا في البحر الأحمر، إخواتنا اللي بيشتغلوا في العاصمة الإدارية أو مدينة العالمين أو حتى هنا موجودين في القاهرة. بالتأكيد هذا التيسير والاستجابة أعطتهم أنهم يمارسوا حقهم الدستوري. لكن خلينا نقول لحضرتك، احنا أي حاجة لازم نحلل ظواهرها. التحليل يأتي أن هذه الانتخابات فيها برضو ظواهر غير مسبوقة. على سبيل ظهور المناطق الـ مش عايز أقول النائية، ولكن الحدودية ونسبة كثافة الحضور فيها، لأول مرة هنلاقي أنه مطروح نازلة بهذه الكثافة، وانه شبه جزيره سيناء سواء كان شمال سيناء او الوسط او نازلين ايضا الكثافه، ده نتيجه لما قام به السياسه فخامه الرئيس على مدار التسع سنوات السابقه. يعني هذا الحشد كان نتيجه لنزول ناس لمست ان القياده السياسيه قامت بدور في تغيير من حياتها. بالارتقاء بمستواها المعيشي ايا كان الجزء الاقتصادي اللي كلنا بنعاني منه والعالم كله يعاني منه. لكن التنميه الموجوده في سيناء، احنا لما رحنا شمال سيناء وكنا عند المعبر، نفس اهالي شمال سيناء اقروا ان حياتهم بدات تتغير، ان الدوله اصبحت بتضمهم فعلا وابتدوا يحسوا انهم جزء من مصر فعلا. في مطروح باللي اتعمل، حتى هم بيدينوا اهالي مطروح ايضا بجميل لمدينه العالمين اللي وجدت كثيرا من الانتقادات، لانهم قالوا انها فتحت لنا مجال عمل كتير لاولادنا. طب برضه منتظرين مفاعل الطبع، التثنيه اللي حصلت في سيدي براني وسيوه. هنعدد حاجات كتيره جدا. دكتور عصام خليني اسال حضرتك، يعني
ايه خطط حضراتكم للمرحلة القادمة؟ كان للأحزاب مشاركة إيجابية لفتت انتباه الجميع، ويمكن أرجع الكثير هذا الأمر للحوار الوطني وفتح المجال في الداخل المصري بشكل كبير جدا، والكل يحمل على الأحزاب مشاهد مشابهة لما حدث في الانتخابات الرئاسية في استحقاقات قادمة هامة جدا إذا كانت بعد انتهاء التشريعات للمحليات، وهو أمر بالغ الأهمية، أو البرلمانية أو حتى رئاسية 2030. فإيه خطوات حضراتكم القادمة؟ خلينا أقول لحضرتك حاجة، مشاركة الأحزاب بهذه الكثافة في هذه الانتخابات كان جزء منها مردوده للحوار الوطني، والجزء الثاني السياسة التي اتبعتها الحملة الرسمية بتوجيهات من فخامة الرئيس، وهي أن جميع الأحزاب المؤيدة موجودة داخل الحملة الرسمية، ده ادى كل الأحزاب الشجاعة وادها الحماس على أنها تشارك بكل طاقتها. بالتأكيد نزولنا للشارع وتحدثنا مع المواطنين هيفيد، ولكن خلينا أقول لحضرتك أنا أستشعر وعندنا في الحزب نستشعر أن مصر سياسيا ما قبل انتخابات 2024 شيء، وما بعد 2024 شيء آخر، وأيضا اقتصاديا. اللي أنا أقصده في الحياة السياسية علينا أن إحنا كأحزاب أن إحنا نتواصل مع المواطنين ونكون بالقرب منهم، واللي أهم من ده أن إحنا لازم، لأن إحنا عايزين نؤسس حياة سياسية حقيقية لخدمة وطننا في المرحلة الجاية. وهي ما هو مفهوم الحياة الأحزاب السياسية؟ هي أيديولوجيات وأهداف. على كل حزب أن ينطلق بين الناس وأنه يشرح لهم أهدافه وبرامجه، برامجه إيه السياسية الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، فيكون بهذا انضمام المواطن للحزب هو انضمام مبني على أيديولوجية، من هنا يأتي الانتماء، من هنا يأتي الولاء، فنقدر يبقى في تكوينات حزبية حقيقية مبنية على أيديولوجيات زي ما قلت لحضرتك، أيديولوجيته اشتراكي يسار وسط وسط يمين وسط يمين، بتبقى في ملامح حياة سياسية حقيقية. من هنا هنقدر نقول انه الـ هيبقى عندنا حياه جديده، ودي من ضمن اولويات. بس دكتور عصام بصراحه، ما الذي ينقص الاحزاب المصريه؟ وهل نتوقع انه من او في المرحله القادمه ان يتم اعاده ترسيم خريطه الاحزاب المصريه من حيث زياده التحالفات ربما لفعاليه اكبر على الارض؟ خلينا اقول لحضرتك، انا كطبيب ما بحبش اعالج العرض، أنا بحالك على ذا المرض. يعني أنا حتى لو عملنا تحالفات، لكن لابد أن يكون أساس الحزب ستأتي تحالفات حين يكون هناك وضوح لكل حزب من اللي موجودين أنا إيه أهدافي الاقتصادية، أنا عايز اقتصاد بلدي يبقى شكله إيه، أنا عايز أستخدم أعمل إيه في الصحة، عايز البرامج أعمل إيه. هي دي برامج كل حزب، فعلى كل حزب إنه يوصل ده، ويكون انضمام العضو للحزب مش مجرد انا منضم الحزب شكلي، لانه الظواهر ايضا زي بقول لحضرتك، انا كطبيب بقول لحضرتك، انا لما اي حد ينتقل من حزب لحزب بسهوله غريبه جدا، هذا ليس يعني ده مش موجود في عالم الاحزاب السياسيه اللي موجوده في العالم. يبقى لازم نبني صح، لازم نشتغل صح، الدور علينا احنا كاحزاب، بدل ما اقول الدوله، لا احنا ننزل. الدوله فاتحه المجال النهارده الحقيقة، الإعلام قام بدور رائع في الفترة السابقة، سواء كان الحملة الانتخابية فتح المجال للكل بيتكلم. أنا بتكلم مع حضرتك، في أحزاب أخرى أيضا بتتكلم مع حضرتك. علينا المرحلة الجاية أن يبقى عندنا مساحة أن إحنا نطرح، وأقول أنا عايز، أنا مشكلة، أنا لو أنا كحزب عايز ممكن أحل مشكلة الزراعة في مصر إزاي، ممكن أحل مشكلة المناخ في مصر إزاي، ايه الناس اللي عندي هتقول ايه في هذا المجال. ومن المواطن المصري لما ينضم يبقى بينضم، عشان الحزب ده لما يكون له نواب داخل البرلمان هتتبنى هذا المبدا، يبقى انا لما بنتخب نائب بناء على برامج الحزب اللي هو مرشحه. هل ممكن نرجع نشوف يا دكتور مواطنين هم اللي عندهم الاراده الفعليه ان هم ينضموا لاحزاب بعينها باسمائها كما كنا نرى في فترات هامه، ويكون في فاعليه لهم وهذا النشاط السياسي الحقيقي للاحزاب على الارض؟
الإرادة الحقيقية هتيجي للناس لما تجد أن الحزب اللي بيتخاطبها بيخاطبها بجد، بيخاطبها بصراحة، بيخاطبها بوضوح. الشعب المصري حضرتك سياسيا واعي جدا، حتى المواطن البسيط سواء كان الفلاح في قريته أو العامل في مصنعه، وده دليل المشهد اللي كان موجود اللي شفناه في الانتخابات. دي وعي سياسي للمواطن اللي هي أمنه القومي المصري، وعند أمنه القومي هو بينسى كل حاجة. وبالتالي المواطن المصري يعي سياسيا كويس جدا، علينا كأحزاب أن نعطي مصداقية، إن أنا أكون عندي مصداقية. هو الشعب بيحب قوي 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 الإنسان الصادق معاه، اللي بيتكلم معاه بصدق وأمانة. أنا ما وصل له رسالتي بمنتهى الصدق وأمانة، ويحس فعلا أنا جاي علشان بطبق هذه الأهداف، بطبق هذه البرامج جوه البرلمان، هيبقى دي مشروعات القانون مبني عليها، وبالتالي حضرتك هتلاقي فيه انتماء لهذه المبادئ قبل ما يكون لاسم الحزب. عمر حضرتك ما هتلاقي حد حزب العمال البريطاني مثلا عضو فيه بينتقل يروح حزب المحافظين، ما شفتهاش. وبالتالي لانه مبني على اهداف وبرامج مختلفه، لو ده موجود وده هنا هتبقى فيه رؤيه، هيبقى التالف ممكن موجود، لكن انا ممكن اعمل ائتلاف من 500 حزب لكن النتيجه في الاخر مش هتديني اللي انا عايزه او اندماجات حتى. المهم ان احنا نضع العلاج الصحيح في موضعه علشان يدي النتيجه دي، يبقى عندنا حياه سياسيه قويه تقف خلف القياده السياسيه وتقف خلف بلدنا في المرحله الجايه ان شاء الله. شكرا لك دكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الاحرار.